بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم قوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم وكما هديتنا للإسلام فنسألك ألا تنزعه منا حتى تتوفانا عليه على أكمل حال من الإسلام والإيمان والإحسان. يا رب بتوفيقك وفضلك وكرمك ورحمتك وودك وغفرانك، يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين. وكل ما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذريتنا وأعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وكل من له حق علينا وآل بيت نبينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك. يفعل الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للحافظ المحدث الإمام الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المالكي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة. وكنا بدأنا في شرحه حول الحديث الثالث في الكتاب، وهو حديث البيع المشهور الذي قال فيه سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. شرح الحديث في الوجه الأول، وتكلم على البيعة وأحكام البيعة وحقيقتها، ولما اختار النبي لفظ المبايعة ولم يختار لفظ الأيمان وغير ذلك من الألفاظ. كل ذلك تكلمنا عنه، ووقفنا عند قوله: وأما شروط الإجزاء فيها. شروط الإجزاء يعني شروط تحقق البيعة الكاملة حتى تكون مجزئة، على التقسيم المتقدم أنها بيعة خاصة وبيعة عامة، وأن العامة قد تكون بشرط وبغير شرط، والمشروطة قد يكون الشرط للتأكيد أو لزيادة حق، أو أنها لا تصح إلا بشرط، على حسب ما قدم. فيقول: قول وعمل واعتقاد. يبقى في شروط الإجزاء عشان تبقى بيعة مجزئة صحيحة لازم تكون مصحوبة بقول وبعمل وباعتقاد. إيه هو القول وإيه هو العمل وإيه هو الاعتقاد؟ حيشرحون. أما القول فتسميتها بيعة. احنا قلنا ان البيع ما بنسميها بيع في نوع من البيع، والبيع هو الخروج عن الاختيار في المبيع فيصير ملك المشتري، او اذا تم العقد لا تستطيع ان تعود اليه الا بكمال اختيار الطرفين، فكأنك بعت اختيارك، كأنك بعت اختيارك. فهي الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه قال بيع، كأنهم باعوا اختيارهم الى تكليف النبي، فصاروا غير مختارين بل تحت طوع النبي وعلى مرادي، فهم باعوا اختيارهم فصاروا مكلفين بما يمليه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وفوا الثمن، وانت ما بتبيع حاجة بتاخد ثمنها، الجنة.
ادي الثمن، يبقى الثمن الجنة والمبيع هو الاختيار. وخد بالك اختار لفظ البيع، ما اختارش لأي لفظ آخر، عشان البيع ما تعرفش تتراجع منه إذا انعقد البيع. إذا انعقد، أنت لما تبيع حتة أرض ولا تبيع سيارة وتم البيع وسلمت المشتري البضاعة وأنت خدت الثمن وروحت وافترقته، تعرف ترجع فيها؟ ما تعرفش. حتى لو رحت للقاضي يقول لك خلاص البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأنتوا افترقتوا. في حاجة اسمها خيار المجلس، طول ما أنتوا قاعدين في المجلس بتختاروا، يقول لك بين البايع والشاري يفتح الله، يعني طول ما هما في المجلس يعني يفتح الله، ممكن انا اختار ان انا انجز العقد او لا انجزه. طيب اول ما ندي ظهرنا لبعض ونمشي وسلمتك واستلمت، تعرف ترجع؟ فقدت اختيارك. يبقى انت كده بالطريقه دي فقدت اختيارك. ما تعرفش ترجع الا اذا انت تتحايل عليه على الطرف الثاني بقى عشان كمان يوافق. تتحايل عليه وتلم عليه بقى أمة لا اله الا الله، وبقابلني لو وافق. فهمت؟ مش حيوافق. يعني كأن البيع نوع من فقد الاختيار، وعشان كده النبي اختار لفظ البيع ما اختارش لفظ الايمان. بس لما يقول لك طب احلفوا، طب هاتوا بقى المصلح المصحف ونحلف، والختمه الشريفه لنعمل كذا، زي ما بيعملوا العوام، او والله العظيم هنعمل كذا. ما هو اصل الحلفان الايمان ليه حل. هطعم 10 مساكين، احل افك رقبه واخل نفسي. لكن البيع ملوش حل. يبقى النبي دخلهم في حته ملهاش حل، عشان هو بيقول لك انا اخذ بحجازكم وانتم ايه؟ عن النار، وانتم تقحمون او تفلتون من يدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يدخلنا الجنه بالسلاسل، سلسلنا بالبيع، عشان احنا مش فاهمين مصلحته. فراح سلسلنا وربطنا، وبقى الطرف في ايد النبي، واحنا رجلينا وايدينا ورقبتنا في السلسله، والنبي يقود وماشيين وراه بالبيعة. شفت؟ ادي معنى البيعة. انما الايمان ليها حل، ليها حل الايمان. فهمت بقى ازاي دقة اختيار النبي للفظ البيعة؟ فاول حاجة القول ان يسميها بيعة عشان يعرفك حقيقتها. تاني حاجة تقبيل اليد، اللي على عادة العرب والعرف القائم انه كانوا ما يبيعوا يمسكوا ايديهم في ايدين بعض يقبلوها، دليل كمال الاستسلام لما اتفقوا عليه. دي كانت عادة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم مشى على عادتهم. وإلى يومنا هذا لما بتاخد أنت البيعة من الشيخ بتاعك المربي بتعمل إيه؟ بتمسك إيده ويملي عليك، وبعدين تقبل إيده، وأحيانا الشيخ يقبل إيدك أنت كمان. يعني الشيخ يقبل إيد تلميذه، والتلميذ يقبل إيد شيخه. في أثناء البيعة، اللي هو يسموها الجماعة الصوفية، يقول لك أنا أخذت القبضة من الشيخ. هي نفس الفكرة، هي، واخد بالك؟ فيبقى في قول انها بيعة، واخد بالك، قبل تقبيل اليد، وعمل اللي هو تقبيل اليد. فهمت بقى؟ ويجزي في ذلك لفظ واحد من الجماعة عن الكل مرة واحدة في ابتداء الامر. يعني ممكن واحد ينوب الجماعة كلها ويقول بايعناك يا رسول الله بالنيابة عن الجماعة. يجزئ هذا، طالما ساكتين يبقوا مقرين كأنهم بايعوا، يبقى يجزئ عن الجماعة واحد مرة واحدة في ابتداء الامر، إذا كان قولهم في فور واحد متصل. يعني إذا كان قولهم، يعني قوله أبايعك في فور تلقينه شروط البيعة. يعني يسموها الفور، يعني الموالاة ورا بعض، مش يلقنوا شروط البيعة وبعدين يقول له إيه أبايعك بعدها بيومين. ما ينفعش، ما فيهاش فورية هنا. يبقى لازم تبقى على الفور. يعني نتفق الشروط نمليها، والتاني يقول بايعتك في الحال كده. فهمت ازاي؟ مع مصافحة اليد وتقبيلها، يبقى تمت البيعة. فهمت المسألة؟ يعني معناها على الفور، يعني ما يبقاش فيه تراخي. زي برضو احنا عندنا في العقود، عقود البيع واي عقد من العقود لازم يبقى فيه ايه؟ الموالاة. يعني ما يقولكش مثلا في عقد الزواج زوجتك ابنتي، وبعدين تجي له بعد يومين تقول له قبلت يا عم. ينفع الكلام ده؟ عقد ده ينفع ده؟ ده شغل تهريج بقى. ده لازم في نفس مجلس العقد عشان الشهود يسمعوا ايه الايجاب والقبول، ويبقى موالي وبلفظ واحد وبلغه يفهمها الشهود كمان، مش بلغه كده يعملوها سين بينهم وبعدين الشهود قاعدين بقى قرانات هما مش فاهمين حاجه، ما ينفعش. يبقى لازم لغه العقد تكون مفهومه للشهود. فهمت ازاي؟ لدرجه لو كان عقد اخرس، واحد اخرس ما بيتكلمش وعايز يتجوز،
يقوم هيقول ازاي؟ بالاشاره المفهمه، تكون بالاشاره المفهمه لمن يفهمها من الشهود. فان كانت باشاره غير مفهمه يبقى لا يتم العقد، لان الاشاره المفهمه عند العجز من الكلام تحل محل الايجاب عند القدره على النطق. فهمت بقى؟ فكل الحاجات دي، فالبيع عقد زي سائر العقود، يبقى لازم فيها الفوريه، ولازم تبقى شروط البيع بلغه المبايع عشان يفهمها. فهمت ازاي؟ ما بيعوش انا بالعربي وهو راجل اجنبي ما يعرفش العربي، وبنقول انا بيعتك، بيعته على ايه وما فهمش حاجه اصلا. يبقى لازم الشروط دي كلها تتم. عشان كده بيقول لك على الفور، في فور واحد متصل، متصل يعني في مجلس واحد متصل لشروط البيع، يبقى معناه ده كلام. واما العمل المصحوب ليها اللي هو تقبيل اليد اثر القول من الكل، كما فعل عمر رضي الله عنه مع ابي بكر رضي الله عنه في سقيفة الانصار، حين قال له مد يدك نبايعك، فمد ابو بكر يده فبايع عمر، ومن حضر هناك في ذلك الموطن من حينهم فاغنى لفظ عمر رضي الله عنه مره واحده عنه وعن كل من حضر ذلك الموطن. فهمت؟ ده يعني بيمثل لك ان الكلام ده كان بيعملوه الصحابه، زي ما عملوا مع النبي في البيعه دي، عملوا كده برضه بيع سيدنا ابو بكر. يبقى البيعه دليل انها لها طريقه معلومه عند الصحابه كانوا بيعملوها. واما الاعتقاد اللي هو في قلبك في اثناء بقى ما بتعمل الحاجات دي وبتقول الحاجات دي، ايه الاعتقاد اللي في قلبك؟ فهو ان تكون امتثالا لامر الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تكون بيعتك لاجل الاخره مش لاجل الدنيا. عشان تبقى بيعه بيع عباده. مش بتبايعه تقول له والله انا هبايعك على الرئاسه بس بشرط تخليني انا نائب الرئيس. او دي بقى من اجل الدنيا، ما ينفعش، دي بيعه غير شرعيه. دي بيعه دنيويه، دي اي كلام، دي يروح فيها في داهيه ولا ياخد فيها ثواب حتى لو وفى. حتى لو وفى لا ياخد فيها ثواب. ولو مات في وفاء عهده لا ياخد اجر الشهيد. لانه هو ماشي ورا هوى نفسه. فهمت ازاي؟ يبقى لازم تكون البيعة من أجل إيه؟ رضا الله وإرضاء رسوله لإعلاء كلمة الله، لا لغرض دنيوي. من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، وبالتالي في كل حاجة بقى. فالهجرة نموذج للأعمال، فكل عمل يجب أن يكون لله ولرسوله لا للدنيا. زي برضو إيه اللي بيطلبوا البيعة في مجلس الشعب والشورى، بيطلب البيعة إزاي؟ عن طريق الانتخاب. يقوم يبتدي يخطب ود اهل الايه؟ اهل الدايره بتوعه. يخطب ودهم من اجل ايه؟ من اجل قضاء مصالحهم. ان لم يكن نيته قضاء مصالحهم لله ورسوله تبقى طلبه للبيعه دي من اجل الدنيا. اذا كان هو حاطط في قلبه انه هو علشان اما يبقى عند عضو مجلس الشعب هيبقى عنده حصانه والتجاره بتاعته هتمشي ويقدر يدخل للوزراء يمضي الطلبات بتاعته ويسلك اموره، يبقى كل طلبه وبيعته ونفقته كل دي، او يطلب الشهره، او علشان حتى يقال انه عضو مجلس البرلمان او مجلس الشعب او شيء من هذا، يبقى دي كلها بيعه من اجل دنيا. كل دي بيعه من اجل دنيا ما تنفعش دي. حتى لو قضى مصالح اهل الدائره ما بيعملهاش لله، ده بيعملها لهم علشان ينتخبوه في الدوره اللي بعدها. شفت بقى ازاي؟ يعني هتضحك على ربك؟ تعمل لله، ربنا مطلع على قلبك، وخد بالك ان هو يعني مطلع على ما انت لا تدركه حتى من وساوس الشيطان جوه قلبك. لانه ممكن الشيطان يلبس لك الدنيا في صورة طاعة. شوف قد ايه بقى، يلبسها لك في صورة طاعة. وربك يبقى برضه شايفها وهي داخلة بتلبسها كده. شوف قد ايه. فانت يعني ما تخشش في حاجة، في أي حاجة في الدنيا. أي حاجة. الزواج ده هو عقد. لو ما كنتش بتتجوز من أجل إقامة شرع الله في بيتك وطلبا للحلال وطلبا للذرية علشان تطلعهم حفاظ قرآن وأهل تقوى، يبقى جوازتك دي كلها جواز متع بقى، ما ينفعش. زي الحيوانات، ما هو بيتجوزوا عشان كده ياخدوا وترهم ويحفظوا النوع. ما هو البقر بيعمل كده والجاموس بيعمل كده، لكن الإنسان ده، الإنسان بيبقى حفظ النوع وقضاء الوتر دي وسيلة وليست غاية. الغاية هي إقامة شرع الله، العفة، إكمال الدين، تربية الأولاد، القيام بحقوق الزوجة، إحسان عشرتها. وكل ده ليه؟ مش علشان كمان تطيعك، لا، ده علشان ربنا قال لك كده. يعني حتى لو لقيت أخلاقها وحشة برضو أنت تحسن إليه، حتى لو لقيتها دمها تقيل برضو تحزن إليه، حتى لو اضطريت تطلقها تديها كفة حقوقها، حتى لو قرفتك لا تمسكها ضرارا.
عشان تضرها وتعقدها، كل ده منهون. ليه؟ لان اصلا المساله الارتباط لله اصلا مش ارتباط قهر ولا ارتباط غلبه ولا ارتباط انك انت تغيظها او هي تغيظك او تنتصر عليك او انت تنتصر عليها، هي مش حلبة مصارعه. فهمت ازاي؟ المساله مش كده خالص، الدنيا مش بهذه الصوره. يبقى لازم اي عقد تعمله يكون نيتك وهدفك فيه انك انت ترضي الله ورسوله. حتى الوظيفه اللي بتستلمها، انا بشتغل ايه؟ بعمل كذا، بعمل كده ليه؟ تسال نفسك كل حاجه بتعملها، تسال فيها نفسك. وبعدين لما تلاقيك بتعملها لغير الله ورسوله، حول النيه، صلح النيه، عدها مره ثانيه نيتك وانت في مكانك. اصل المساله كلها حركه قلب مش حركه جسم. هي الحكايه كلها ان قلبك بس هيتزحزح، بدل ما كان باصص للدنيا خليه يبص للاخره. ادي كل الحكايه. وعشان كده بيقول لك ان الاعتقاد يعني نيتك حال هذه البيعه تكون لله ولرسوله، دي معنى النيه اللي هي محل الاعتقاد. واما الاعتقاد فهو ان تكون امتثالا لامر الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم، لانها من جمله المامور به شرعا لا يراد بها غير ذلك، لقوله عليه السلام: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، وعد فيهم رجلا بايع رجلا لا يبايعه الا للدنيا، فان وفى وفى له والا لم يف له. شوف، او النوع ده اللي بيبايع من اجل دنيا، ده يوم القيامة ربك لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يديله حاجة وينساه مع الناسين. ليه؟ لأنه ما كانش بيعمل لربنا زي ما كان ناسي ربنا كده في الدنيا، ربنا هيعامله بالمثل في الآخر، يوم ينساه في فضله. يعني هو ربك أصلا ما بينساش حد، لكن ينساه عن فضله، ينساه عن عطفه، ينساه عن وده. فهمت ازاي؟ يخليه مسبول كده، يقول لك أنا حاسبله زي ما هو كان حاططنا كده في هامش حياته وقلبه. انت دلوقتي بقى في هامش المحشر، خليك بقى مع الهوامش كلها. فهمت؟ فهي المعامله بالمثل. وعشان كده وعد فيهم رجلا، بيقول لك لا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم الله كلام شفقه، لكن ممكن يكلمه كلام تعنيف. فهمت ازاي؟ ولا ينظر اليهم، يعني نظر عطف ورحمه يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وعد فيهم رجلا بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن وفى وفى له وإلا لم يف له. وأما قولنا بماذا تصح على التقسيم المتقدم، أعني بماذا تصحح لصاحبها ما أعد له من الخير، يعني إيه اللي يخليك تاخد ثمرتها؟ إذا كنت أنت القائد اللي هتبايع تاخد ثمرة هذا، وتبقى إيه يعني تعمل ايه علشان تاخد ثمرتها؟ مش احنا قايلين ان سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل منهم امام عادل؟ يبقى لو عدل ياخد الثواب، لو ظلم مش هياخد ثواب، يبقى يصححها العدل. فهمت ازاي؟ هذا من جانب المبايع اللي هو الوالي اللي ولي الامر، ومن جانب المبايع اللي هم الولي اللي هم الرعيه، يعملوا ايه؟ يوفوا له السمع والطاعه عشان يبقى ثوابه بالجنه. فهمت بقى المساله؟ يبقى من قبل المبايعين السمع والطاعه والقيام بشروط البيعه، والثاني المحافظه على حقوقهم والعدل بينهم والنظر في مصالحهم والقيام بشؤونهم، ويصير معهم كالاب مع ابنائه، حرصا على مصلحتهم كما يحرص الاب على مصلحه ابنائه. فهمت ازاي؟ هذه معنى وما الذي يصححها. وأن يكون خليفة حقا بمقتضى لسان العلم، فهو أول حاجة أن يتقي الله عز وجل فيما كلفه، وأن يوفي لكل ذي حق حقه على مقتضى ما أمره الله به، ويبذل جهده في نصحه لمن استرعاه الله إياه، ويحفظهم ابتغاء مرضاة الله، لا أن يكون له حظوة عليهم، يعني ما يبقاش ليه مزية عليهم، هم جعانين وهو شبعان، هم عريانين وهو متغطي، هم مش لاقيين وهو لاقي كل حاجة. ما ينفعش، يبقى ده ما ينفعش. فهمت ازاي؟ هو متكبب يعني بياكل كباب، وهم متفولين يعني بياكلوا فول. ما ينفعش، يعني إذا تكبب يكببهم، وإذا تفول يفولهم، وإذا تعيش يعيشهم، وإذا جاع جاعوا يجوع، وإذا تعروا يتعرى معهم،
يبقى اللي يقرا لهم يقرا له، ادي معنى كده. اذا تسلط يعني كل سلطه، يسلطه يعني اكلهم سلطه، وهكذا يعني يعملهم بالمثل. زي اللي بيلبسوه هو اللي بيلبسوه، واللي بياكلوه هم اللي بياكلوه. كان النبي كده، شوف سيرة النبي، هل كان ياكل غير اللي ياكلوا فقراء الصحابه؟ بلاش اغنياء الصحابه، كان ياكل مثل ما ياكل فقراء الصحابه. وكان النبي لو طلب من الله انه ياكل من الجنه وهو على الارض لاكل، لكن النبي ابى حتى يعيش زي افقر فقراء امته صلى الله عليه وسلم، شفقه عليهم وعشان يجدوا فيه الاسره. فهمت بقى؟ هذه المساله. وفي حد هيبقى زي النبي؟ النبي تولى امر الامه حيا وميتا، حيا وميتا. ما هو ما زلمه رسول الله برضه هو في قبره، هو تخلى عن رسالته، مش هو برضه نبي الله؟ هو المسؤول عن امتي حتى في قبره، بيستغفر لنا وبيدعي لنا. فما زال رسول الله، ولا انت بتقول اشهد ان محمدا كان رسول الله؟ ما هو ما زال رسول الله برضه، يعني ما زال مسؤولا عن امته الى ان تقوم الساعه. اما اي والي ثاني غير ولايه النبي على امته، ولايه مؤقته في فتره حياته، فتره ولايته، ولايه النبي عامه كبيره مستمره. وعلشان كده الرسول قام بحقوق هذه الولايه صلى الله عليه على اكمل وجه، حتى انه ربط الحجر على بطنه، حتى انه كان لا يوقد في بيته نار بالشهر والشهران صلى الله عليه وسلم، حتى انه صلى الله عليه وسلم كان يطلب الاكل من بيوته التسع، يفطر صباحا فلا يجد فينوي الصيام. حد فينا عاش العيشه دي؟ شاف الحكايه دي؟ ولو افقر واحد في المسلمين في هذا الزمان ما راحش في يوم من الايام بيته ما لقاش حتى كسره خبز ياكلها ويفطر الصبح، على الاقل هيلاقي كوبايه الشاي، مش ده اللي بيحصل؟ اقل حاجه. فالحكايه كلها لما تيجي تشوف ان لازم صاحب البيعه يعيش زي من بايعهم، مش يعيش هو في قصر عاجي وهم عايشين في اكواخ، يعيش هو متغطي وهم في العراء، ما ينفعش. دي بايعه ظالمه، ظالم مش هيشعر بيهم، لازم يشعر بيهم. يبقى لا أن يكون له حظوة عليهم، ولا يتكبر ولا يتجبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد فيهم الملك العادل. وكذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقعد مع أصحابه ويحدثهم، ويقعد مع الخادم ويطحن معها. وكذلك كان الخلفاء رضوان الله عليهم بعدهم، مثل ذلك ما حكي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحرس المدينة بنفسه، فخرج في بعض الليالي ومعه بعض أصحابه يعينه على ذلك، فمر معه ما شاء الله، ثم أشار إلي عمر أن أقعد هنا، فقعد ينتظره. فدخل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في خريبة خرابة يعني، فعلم صاحبه على تلك الخريبة. فلما كان من الغد أتى تلك الخريبة فوجد بها عجوزا مقعدة عمياء، فسألها: من الشخص الذي يأتيك ليلا وما يصنع عندك؟ فقالت: لا أعرف إلا شخصا يسوق لي غذائي ويخرج عني أذائي. فقال في نفسي: أعثرت عمر تتبع؟ أو سيدنا عمر وأمير المؤمنين كان يروح يقضي حاجة امرأة عمياء عجوز جارته في المدينة ليست لها عائل، كان يروح لها كل يوم بالليل يطلع الزبالة في حجرتها وينظف عنها أذاها ويسيب لها إيه قوت يومها كل يوم يواليها. وهو مين؟ أمير المؤمنين. كان ممكن يبعت الخادم بتاعه، لكن لا، هو يعمل كده بنفسه، تهذيبا لنفسه، قياما بحق رعيته، إرضاء لدينه ولضميره أمام الله عز وجل. وعلشان كده سيدنا عمر لما كان بهذه الصورة كانوا الولاء النواب عنه كانوا يعني يفعلوا، صحيح مش مثله بالضبط، لكن يتحروا العدل على الأقل ويتقربوا إلى الله بالعدل. فهمت؟ أدي المسائل. ومثل هذا عنه وعن غيره من الخلفاء كثير، وإنما ذكرنا هذه الحكاية إشارة وتنبيها على طريقهم المبارك الذي هو طريق الحق والصراط المستقيم. وأما قولنا بماذا تفسد؟ طب إمتى بقى البيعة تبقى فسدت؟ وساعتها بقى نعمل ثورة ونزيحه ونجيب غيره. دي مهمة جدا، لأن دي فقه، هو ده اللي بينبني عليه الفقه بقى، واخد بالك؟ في تفسد على المستوى الخاص بالحاكم اللي هو الوالي،
وتفسد على المستوى العام فيجب الخروج عنه وقتله. يبقى في اسباب لو عملها تفسد خاصة ويظل الطاعة في عنق المبيعين بالرغم ان هو افسدها بينه وبين الله. فهمت ازاي؟ لو عمل ظلم، لو ظلم الناس لكن لسه بيقيم الصلاة فيهم ولم ينكر احكام الله عز وجل، لكنه بيراعي شهواته وبيراعي رغباته على رغبات امته، هو يتكبب وهم ما يتكببوش، هو يتغطى وهم عريانين، هو دفيان وهم بردانين، هو عنده زيادة وهم مش لاقيين الكفاف. فهمت ازاي؟ يبقى كده ما خدش الثواب بتاعها في الاخرة وهيعاقب عليها في الاخرة، لكن مازال السمع والطاعة له، لان قلنا ان الطاعة خلف حاكم ظالم اخف ضررا من الخروج عليه وانتشار الفتنة بين المسلمين فيتجرأ العدو عليه. فهمت ازاي؟ ادي الحاجات اللي هي الخاصة اللي يعملها بينه وبين نفسه فتفسد عليه، ولكن يظل ايه على المسلمين السمع والطاعة. امتى بقى يخرج عن سمعه وطاعته؟ بل يجب ان يجمع الناس على قتله واستبداله باخر، اذا ترك الصلاة وامرهم بتركها. يعني انا ما صليش، الصلاة دي للعوام، احنا طائفة الملوك ما بنصليش، الصلاة دي لشوية الرعاع دول علشان يتأدبوا، انما احنا ربنا خلينا مؤدبين، صلي دي. فأنكر الصلاة لنفسه أو منعها أن تقام في البلاد، منع الأذان وأغلق المساجد زي عمل كمال أتاتورك، عمل كده كمال أتاتورك في تركيا، عمل كده وحول المساجد إلى متاحف وألغى اللغة العربية من البلاد وخلع اللبس الإسلامي ولبس القبعة الأوروبية وخلع النقاب والحجاب للمرأة المسلمة، وكان يراقص النساء في الميادين العامة علشان يبين أنه راجل أوروبي، علشان تبقى تركيا جزء من أوروبا. وإلى يومنا هذا مع كفر تركيا على المستوى السياسي وعلى المستوى الحكومي لا على المستوى الناس، ما قدروش لحد دلوقتي ينضموا لأوروبا إلى يومنا هذا. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وحتى لو اتبع ملتهم برضه مش هيرضوا عنه. مش في الأندلس اتبعوا ملتهم وكفروا ودخلوا في النصرانية، وبعدين جت بعد كده صكوك الغفران كانوا يدوروا على كل واحد مسيحي جده كان مسلم يذبحوه، يعني حتى ما قبلوش اللي تنصر، كانوا يسموهم الموريسك. الموريسك اللي هو ايه؟ اللي هو المسيحي اللي جده كان مسلم. يقوم يروح للقسيس يقول له انت على فكرة الشيطان راكبك عشان جدك المسلم ده، مش هتدخل الجنة ولا تدخل ملكوت الآخرة إلا لما تمكنني أقتلك علشان أخرج الشيطان الذي يجري في دمك، تقوم تنطلق روحك إلى الجنة. تقول له طب يا عم يلا يا أبوهم، وينام قدامه يروح دفن. تصور إلى هذه الدرجة، يعني لا يقبلوا حتى إنك أنت تاخد دينهم، برضه يدور عليك ولازم يقتلك. فهمت إزاي؟ أدي المسألة. فإذا وصل الحاكم كما فعل كمال أتاتورك في بلاده يبقى يجب قتله والخروج عليه. واخد بالك؟ لانه خلاص ده كفر، فعل فعلا يكفر، وان لم يكن اعتقاده كده يبقى برضه يقتل، ويبقى طالما مش اعتقاده كده يداين بينه وبين ربه. واخد بالك؟ اذا كان بيظهر كده مثلا، افرض بيظهر كده من باب السياسه عشان الحكومات اللي حواليه الكفره بتضغط عليه يعمل كده، يقوم المسلمين برضه يخرجوا عليه. واخد بالك؟ ولو مات يبقى يداين بينه وبين ربه، ملناش دعوة احنا بالسياسة دي. السياسة اللي تخلينا نمنع الصلاة والأذان في بلادنا دي مش سياسة، مش هنقبلها. طب ما انتوا عملتوا كده في تركيا، استفادت تركيا؟ ما خدتش حتى مرادها. تركيا عملت كده من سنة 1924. احنا داخلين على 2006 اهو. خلعت رفقة الإسلام من عنقها رسمي. ولغت اللغة العربية، حتى الحروف العربية حرمتها وحلت محلها حروف إنجليزية. يعني عملوا اللي ما يعمل، حولوا المساجد الى متاحف، الغوا الاذان فترات طويله، سنوات طويله، يمكن ما رجعش الا بعد فتره قريبه الاذان يعني يتقال بصوت مرتفع في تركيا. وبالرغم من كده حصلت على ما ارادت من اعدائها لم تحصل. يبقى ازاي انت بقى تقبل انك انت تتنازل؟ ما هو انت دلوقتي لما تشوف لقد كان في قصصهم عبره تعتبر باللي قبلك.
لو جاي انت تتنازل، طب شوف اللي تنازلوا خدوا ولا ما خدوش، لو كانوا خدوا يمكن تبقى معذور. تقول يا رب ما انت ما في ناس اتنازلت كده ونولتهم مرادهم برضه، انا كنت عايز اتنازل عشان اخد مرادي زيهم كده يا رب. يوم ربنا خلي ما فيش حد اتنازل وخد مراده ابدا، عشان ما يبقاش كمان عنده حجه لما يقابل ربنا. فهمت بقى الخلاصه؟ نقرا الكلمتين دول. واما قولنا بماذا تفسد على التقسيم المتقدم وهو اخر التقسيم، فالكلام فيه على نوعين، عام وخاص. فالخاص وهو ما يخصه في نفسه، يعني يخص الوالي في نفسه، من افعال يفعلها فتذهب عنه تلك الخيرات المذكوره قبل مع ابقاء الخلافه عليه، وهو ان يفعل شيئا من الظلم او يغير حكما من احكام الله عز وجل او يجور في الحكم. اما الظلم فلقوله عليه الصلاه والسلام: ان الظالم يحشر مغلول اليدين الى عنقه لا يفكهما الا عدله. واما تغير الحكم فلقوله عليه الصلاه والسلام: ان الغادر ينصب له يوم القيامه لواء عند راسه بقدر غدرته، ينادى عليه هذه غدره فلان ابن فلان. وكذلك كل من غدر في صغيرة أو كبيرة لواؤه بقدر غدرته. وأما الجور في الحكم فلأنه إذا كان الملك العادل أعلى الناس منزلة يوم القيامة بمقتضى الحديث، فكذلك أبخس الناس منزلة يوم القيامة ضده وهو الجائر بمقتضى السنة. وأما العام اللي هو يخرج على مستوى العام بقى، على مستوى حتى الرعية يخلعوا رفقة الطاعة، الذي يجب على جميع من بايعه به خلعه من تلك البيعة وقتله، فهو ترك الصلاة، لقول عليه الصلاة والسلام حين قيل له: أرأيت لو أن ولي علينا أمراء فساق أنا أقتلهم؟ فقال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. فكان ذلك دليلا على أنهم مهما صلوا، يعني ما داموا يصلون، لم يقتلوا، ومتى تركوا الصلاة قتلوا، ولأنه قد تقرر في الشريعة أن من ترك الصلاة قتل، ولا فرق في ذلك بين الآمر والمأمور، لأن حكم الله عز وجل يتناول الكل. تارك الصلاة مرتد عند بعض العلماء، والمرتد كافر، والكافر لا تجوز ولايته على المسلمين كما تقدم. ونقف على الوجه الثاني نتكلم فيه غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا. أيوة. ها؟ ما يضرش. طب ما سيدنا عمر أوقف، ايوه رب سيدنا عمر اوقف قطع اليد، ايه رايك؟ مش كده برضه؟ خرجوا عنه. الخلفاء العباسيين كانوا سكيريين اغلبهم، كانوا قضوا ليلهم كله في الخمره، وعلماء المسلمين ما قالوش اخرجوا عن طاعتهم، وحاربوا تحت لوائهم، وقتلوا التتار تحت لوائهم وغيرهم. واضح؟ هو ما يسكر مش بيغير حكمه من احكام الله؟ هو بس الصلاة بس لخصوصياتها. أيوة، أقام بإيقاف الحكم لوجود شبهة عنده. قال لك مثلا: والله إحنا بقينا في زمن فتنة، ولن تتيسر إقامة حد الزنا لأسباب كثيرة، منها أنه لا يجوز أن يقام الحد إلا بشهادة أربع رجال، ولو أقمنا الحد على هذه الصورة لتجسس الناس بعضهم على بعض، فينبني عليه خطورة أشد أن يتجسس الناس بعضهم على بعض. ثم لو فتحنا هذا الباب مع وجود النساء الكاسيات العاريات في الشوارع، مع وجود الإغراءات المتاحة، لعم وشاع وكثر وفحش، فأنا حوقف الحد ده لحد ما تكسر الإيه العفة في الناس، ولحد ما الناس يعرفوا دينهم ويحفظوا قرآنهم ويتعلموا ويبقوا محترمين. إنما طول ما هم كده بكتير، أنا في شبهة من إقامة الحد، زي شبهة قطع يد السارق عند المجاعة. فهمت إزاي؟ مش ربما يفكر كده؟ ولو ما فقتوش حتى بطريقة تفكيره، بس عنده تأويل مستساغ. عنده وحتى لم يستشر، ما هو مسلم بينه وبين نفسه مش عنده عقل. مش عنده عقل بيقعد يفكر؟ يقول لك انا دلوقتي لو قطعت يد السارق في الزمن بتاعنا ده هيبقى نص الشعب ماشي بايد واحده، طب مين هيشغل المصانع؟ ها؟ مين هيشغل المصانع؟ انا هعمل ايه؟ اذا كان الناس كلها بقوا طماعين، والناس كلها طمعانه في حقوق بعضها البعض، وشاع الطمع، وشاعت طلبات الناس واحتياجاتهم كثرت،
ولا يرضوا بالضرورة ولا بالحاجة، بل يريدون التحسينية، فصار التحسين عندهم ضرورة، يسرق من أجل التحسينيات لا يسرق من أجل الضرورة، وتغيرت طبائعهم. فإزاي نقيم الحد عليهم دلوقتي؟ لازم الأول أعمل كده يعني محاولة إن أنا آخذ بإيديهم، يقوم إيه يسلط عليهم علماء الدين، أكثره من الخطب على الأمانة في المساجد ومش عارف إيه، ويرفع المرتبات ويعمل مجتمع الكفاية والعدل ويوفر لهم الخدمات، لعلهم في يوم من الأيام يبتدوا بعد ده كله بقى يجي بعد 20 سنة يقول لك يلا بقى إحنا هنقطع إيد السارق. مش كده برضه؟ لأن ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لأن يخطئ الإمام في الحد في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. فهو خايف لا يخطئ في العفو في الحد لوجود الشبه الكثيرة المتعلقة بإقامة الحد في هذا الزمن. مش كده برضه؟ فتوقف لوجود الشبه الكثيرة، توقف، لكن ما قالش إن إقامة الحد مع عدم الشبهة ممنوع، ما قالش كده. لا يوجد حاكم في العصر الحديث قال الكلمة دي أصلا، فهمت إزاي؟ ما قالهاش. يبقى هو لما بيعطل تنفيذ الأحكام والحدود بيعطلها لوجود الشبهات الكثيرة عند توفرها، وعلشان كده وقفها، لكن مش بينكرها. فرق كبير بين إنكارها وبين توقفها. سهلة. مين قالك إنها مش في دماغه؟ لا، في دماغه، وبيقرأ القرآن وبيختم القرآن. السادات كان حافظ المصحف، إيه رأيك بقى؟ وإحنا عرفنا الشيخ الشعراوي كان بيروح يقعد مع السادات، والسادات نفسه بيقول له كده، يقول له أنا ما أقدرش أنفذ القرآن دلوقتي في حذافيره زي أيام الصحابة، وأقطع إيدين وأقيم مش عارف وأجلد الزاني، يعني عارف، يعني مش غبي، ده كانوا أذكياء. أنت بتتصور إن الحكم بتاعك ده غبي؟ لا مش غبي، دول أذكياء جدا. اللي يعرف يقود 70 مليون ده بدون فتن سنوات طويلة إن لم يكن عنده قدر كبير من الذكاء والحكمة والفطنة وعدم تدخل الأجانب الصريح في بلادنا، ده دليل إنه في منتهى الذكاء بلدهية. فإزاي تغيب عليه مثل هذه الأشياء؟ طب امسكها أنت كده لمدة أسبوع، هتخلي بتوع المارينز جوه ميدان العتبة، هيجي لنا هنا جوه ميدان العتبة المارينز، ويتعمل لك سجن أبو غريب في الموسكي، ويتحول لك الازهر الى اسطبل بهاي زي ايام الحمله الفرنسيه، ما ده بيحصل. فكونهم بيوقفوا عنك هذه الغيلان دليل ان عندهم ذكاء لا يمكن يكون يفوتهم، انه ما يسمع ايه والزاني والزانيه ما يخطرش في باله ليه انا ما بعملهاش دلوقتي. اكيد هو مسوغها في ذهنه بتسويغ معين. هذا التسويغ بغير انكار مقتضى القران، بدليل ان بيدي مكافئات لحفاظ القران. مش كده برضه؟ يبقى بيحترم القران اهو. والا لو كان بينكر القران ما كانش يكرم حفاظ القران. مش كده برضه ولا لا؟ يعني عندنا يعني اعمال كثيره تدلك على انه هو فاهم بس مش قادر ينفذ دلوقتي، لاسباب سياسيه، لاسباب درء اخطار اشد، لعدم صلاح الناس لقيام الحدود عليهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الحدود في فترة 13 سنة في مكة، وكانوا مسلمين برضو بغير حدود. مش كده برضو؟ 13 سنة في مكة دول ما كانوش مسلمين؟ كانوا مسلمين وبغير حدود. لما جاء المجتمع وصار المجتمع متربي تربية معينة مخصوصة في حضن النبوة 13 سنة، أصبح هذا المجتمع من الوضوح ووضوح السريرة، بحيث أنه إذا انتهكت حرمة من حرمات الله لا شبهة فيه، لأنها صارت كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها. فلما صار لا شبهة أقام الحدود. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو يقيم الحدود، قال إدرأوا الحدود بالشبهات، يعني الحكام اللي بعده، لأن قد تأتي الشبهات فتدرأ. مش كده برضه؟ هذه المسألة. مفيش حاجة اسمها مش في مخه على فكرة، الحتة دي غلط خالص. لا، ده في مخه كل حاجة، ده في مخه كل حاجة. ده هو عايز يرضي المسيحيين، وعايز يحافظ على بلده، وعايز يرضي المسلمين، وعايز كمان يدخل الجنة، وعايز يكوش على الدنيا، وعايز كل حاجة في وقت واحد. هو عايز كل حاجة، ده في مخه كل حاجة، واخد بالك؟ ده في مخه الدنيا والآخرة واللي بعدها واللي قبلها، في مخه كل حاجة. لكن هي الفكرة إنه هو قد يكون تسويغه أنت تقبله، وقد تكون لا تقبله، ما يدورش بقى. فهمت إزاي؟ يعني قد يكون عنده تسويغ لكن العلماء مش مقابلين، يقول له لا ده مش مسوغ كافي لتأجيل هذا، لكن عنده هو مسوغ. المهم لا يرد الحكم على الله. فهمت بقى المسألة؟ دي المهم، ان هو عنده مسوغ لا يجعله يرد الحكم على الله. هذه المسألة.
يبقى هو بقى يداين بينه وبين ربه، إن كان مسوغه هذا صحيح ربنا يعفو عنه، إذا كان مسوغه باطل ربنا هياخده ويقول له ليه أنت أجلت إيه إمتاع الناس بحدودي وعدلي في الأرض وقد وليتك عليهم، لأن اللي ولاه ربنا مش إحنا، مش كده برضه؟ ولا إحنا رحنا شلناه وخليناه حطيناه؟ ولا واحد حطه، ولا واحد حطه. ده هو كان قائد القوات الجوية وما كانش يخطر في باله قائد القوات الجوية انه يبقى رئيس الجمهورية في يوم من الايام، وهو قائد القوات الجوية دي حقيقة. وبعدين لما جت الحرب والراجل بين يعني ذكاء معين في اداء المهمة بتاعته فعجب رئيس الجمهورية فعينه نائب له، فجاء رئيس الجمهورية ايه اتقتل في وجود هذا الرجل بجانبه، فكان بمقتضى القانون مين اللي يمسك الحكم بعد رئيس الجمهورية؟ نائب رئيس الجمهورية الحين ما يتعمل استفتاء، يعني مين اللي عمل الحوار ده كله؟ مش ربك؟ يبقى مين اللي ولاه؟ ربنا. وبعدين اتعمل استفتاء اختاروه ولا قال لهم اختارونا انا؟ مش كانوا ممكن يختاروا غيره؟ الناس كلها اختارت، انت بس ما اخترتوش انت لا تسقط الامام. مثلا فهمت ازاي؟ ما يجراش 2 مليون ما اختاروهوش، في 10 مليون اختاروه و2 مليون ما اختاروهوش، يبقى انعقد عليه انعقدت له. طب ومين اللي مين اللي خلاها توصل له؟ قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، فربك هيساله عما ولاه. ادي الحكايه كلها. ثانيا هي ولايته ولايه خاصه وليست ولايه عامه، لانه لا يتولى امر جميع المسلمين، ده بيتولى امر 70 مليون مسلم من مليار مسلم، فهو لا يمثل حاجه في امه النبي. لو امه النبي اوسع بكتير، ده 70 مليون مسلم يعني حاره في وسط مدينه المسلمين، كانه هو شيخ حاره في وسط مدينة المسلمين أو عمدة قرية في وسط دولة المسلمين. فجاي لي أنت تكلم لي على عمدة القرية دي؟ طب ما ندور على رئيس المدينة، فين هي المدينة؟ فهمت بقى المسألة؟ فعلشان كده كبر مخك، كبر مخك ولا تثير الفزع بين الناس والقلاقل. دلوقتي رب الناس ورب الأولاد وحفظ الناس القرآن والحمد لله المساجد مفتوحة، ومحدش بيدفعك انك انت تسرق، ولا حد بيدفعك انك انت تكذب، ولا حد بيدفعك انك انت لا تتقن صنعتك، بل بالعكس اذا اتقنت صنعتك يدولك جايزه الدوله التقديريه، واخد بالك؟ يعني هم كمان بيحبوا المتقن، مش كده برضه؟ وبعدين ما يمنعكش تدخل الجامع ولا تصلي، ولا بيمنع مكاتب تحفيظ القران، ولا يمنعك انك تدخل ولادك مدارس اسلاميه يحفظوا فيها القران، بل بالعكس لما بيحفظوا القران بيديهم مكافئات. يبقى عايز منه ايه يعني؟ عايز يبقى ولي؟ ربنا بقى لما تبقى انت ولي ايها الرعيه هيولي عليك ولي من الاولياء كيفما تكون ولى عليك، لكن انت كده متلون فولى عليك متلون. انت وقت في وقت معين تبقى تائب الى الله ولي من الاولياء، واول ما يعرض عليك المال تاكل مال النبي والصحابه، يبقى انت متلون. فجاب لك واحد متلون، ادي كل الحكايه كيفما تكون ولى عليكم. وبعدين المرء مراه اخيه، بص لنفسك في المرايه هتعرف الحكومه بتاعتك من اللي في قلبك، قلبك في ايه؟ ادي كل الحكايه. فالله اعلم، ده رايي الخاص، تقتنع بيه ما تقتنعش وانت حر، ما تفرقش معايا، المهم نصلي ونخلص وعايزين نختم القران. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل اكمل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ابدا معلوما الى ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.